طيب السلام عليكم، نتابع مع بعض اذا الشابتر هذا شابتر ثلاثة المهم من كتاب الاي ار بي. طبعا احنا حبينا نحكي بس يعني محاضرة ثالثة عن شابتر ثلاثة بناء على اسئلة تكون سألتوني عن هذا الشكل بالذات اللي قلنا انه في تسلسل من اليسار لليمين، لاحظوا من الكورس جريند للفاين جريند، كل ما فينا على اليمين بنروح فاين جريند. فالصحيح انه يعني اليوم بس اضفت لكم بعض السلايدات اللي بتوضح المصطلحات السابقه، يعني زي الكومبوننت تكنولوجي والويب سيرفيسز، مفهوم السيرفيس اورينتد اركتكتشر، تمام، والفرق بينه وبين الويب سيرفيسز، وطبعا المفهومين كل واحد كل مفهوم بالضبط بشكل عام ايش هو، وبعدين نحكي عن الفروقات اكثر بيناتهم، الفروقات بيناتهم بشكل اكثر وادق. فالصحيح يعني زي ما انتم شايفين هون اضفت بعض الامور على هذا الشابتر كنوع من التوضيح تحديدا بالاي ار بي اركتكتشر، هذا الجزء اللي في غايه الاهميه، وطبعا موضوع مهم جدا اللي هو الاي ار بي موديولز. لكن قلنا هذا الاي ار بي موديولز زي ما انتم شايفين هون بيعتمد على الى حد ما على مدى قراءتكم لكل مديول وايش المقصود بكل مديول بشكل خاص. وزي ما اشرنا في الشابتر الاول لما كنا نحكي عن الاي ار بي فيندورز، تمام، ومثل ما حكينا اكثر او زي ما راح نحكي لكم اكثر بشابتر 5 6 9 تحديدا عن البي بي ار، انه لازم تنتبه على انت كاي ار بي كونسلتنت او كاي ار بي امبلوير بشركه احدى الشركات، لازم تنتبه للفندورز. هم يدعون كثير من الادعاءات يعني او بدهم يعملوا نوع من الاقناع انه that these business practices will help improve organizations productivity and performance. فلكن لازم تنتبه لمساله الكستمايزيشن، فلاحظ الكستمايزيشن او التشينجز are therefore of necessary when implementing the ERP modules. لازم تنتبه للchange والcustomizations بناء على الشركة تبعتك. طبعا هذا الحكي راح نحكي عنه أكثر شابتر 5 لما نيجي نحكي عن الفرق بين الcustomization والconfiguration. لكن يجب أن ننتبه أنه management needs to evaluate carefully when and how much modification is essential. يجب أن الإدارة اللي بدها تعمل تدبير procurement لل ERP modules لازم تكون منتبه لمسألة إنه إيش how much modification is essential، قديش مدى modification التعديلات اللي أنا مطلوب مني أعملها. فلذلك ERP software providers different level provides different level of flexibility in modifying the system during implementation. طبعا هذا الكيرفول، هذا الفحص الدقيق الحريص بيعتمد على فهمك لكل فانكشن ما بين هاي الثلاثة فيندرز اللي حكينا عنها المرة الماضية، وبدك تكون عارف طبعا البرودكشن على ايش بركز بالضبط، ايش البزنس بروسيس اللي فيه، البرشيزنج كذلك، الانفنتوري مانجمنت، السيلز اند ماركتنج، لاحظ بتعلق بال امبلمنتيشن للفانكشنز اوف اوردر بليسمنت سكادجولينج وشيبينج وانفويسينج للاوردر، الفاينانس، الهيومن ريسورس. طبعا الفاينانس جزء مهم جدا، از ذا كور اوف ماني اي ار بي سوفت وير سيستمز، هذا حكينا عنه المره الماضيه، كمان الاتش ار وبقيه الموديولز الميسيلينيوس موديولز. فمن ضمن هذه الميسيلينيوس موديولز البيزنس انتليجنس، تمام، اللي بيصف الكتاب بانها نون تراديشنال موديولز مع السيلف سيرفيس والبروجكت مانجمنت والاي كوميرس. فهون حاكي لكم اكثر عن البيزنس انتليجنس. صحيح الفوائد اللي من الاي ار بي موديولز، هذه الفوائد كمان تحدثنا عنها. ننتقل الان للاهم في هذه المحاضره اللي هو الحديث عن الاي ار بي اركتكتشر. سنبدا بالحديث عن الاي ار بي اركتكتشر من وجهه نظر ال 3 تير اركتكتشر اللي حكينا عنها المره الماضيه، لكن بدي انبه لمساله في غايه الاهميه. لاحظ هذا ال 3 تير اركتكتشر الان، المحاضره الماضيه انا شرحت لكم عن المونوليثيك، تمام، باعتباره نقطة البدء، وهذا اللي احنا تحدثنا عليه بالصورة هاي، بالصورة هاي، هذا المونوليثيك. الآن الثري تير اركتكتشر ممكن يكون مونوليثيك، هذا الثري تير اركتكتشر
اللي شايفين هون الصوره تبعته ممكن يكون مونوليثيك. تمام، كل هذا التطبيق يكون مونوليثيك اذا كان كل هذول الثري تيرز تايتلي كابلد. لكن ممكن ما يكون مونوليثيك، ممكن هذا الثري تير اركتكتشر كونه هو الاقدم، يعني لانه بتعامل انت مع داتا، مع داتا بتعامل مع بزنس لوجيك ابلكيشن، بتعامل مع برزنتيشن لاير، فلذلك هذا اكثر عموميه. تمام، من هذا بوصف اللي هو درجات التطبيق، درجات التطبيق بين اليوزر العادي والسيرفر مثلا والداتابيز سيرفر. الشيء اللي تعودته يعني هذه الرسمه اللي اعتدتوا انتم تاخذوها بشابتر او ماده الويب، تمام، حيث انه كان دائما التركيز على الابلكيشن لاير زي ما بتعرفوا. فهذا الامر، هذا الامر التركيز على الابلكيشن لاير بيعمل عندنا نوع من المواءمه مع الاهداف الاستراتيجيه للشركه. تمام، وتذكروا هاي الرسمه اللي فرجناكم اياها بشابتر 2 لما كنا نحكي عن الانتجريشن والتحول للماتريكس. تمام، هذا الانسياب من اورجانيزيشنال يونت للاخرى في هذا الماتريكس او بيمثل الشركه او الانتربرايز. تمام، لم يكن ليكون بدون البيزنس بروسس. طبعا الحديث عن البيزنس بروسس والبي بي ام والبي بي ار اللي سبق وتحدثنا عنه، هذا كان كلام له علاقه بالبيزنس. تمام، والفلو والفلو اوف وورك. الان تقنيا كيف يحدث هذا الكلام؟ عن طريق الميدل وير والاي بي اي. فلذلك ثرو ان اي بي اي اي ار بي سيستمز الاو ليجاسي اند ثيرد بارتي ابلكيشنز the ability to integrate and share information. ودائما وابدا المثال اللي دائما بسترجع ذكراك فيه اللي هو الاي اس بي دوت نت، لما كنا نتعامل مع الاي اس بي دوت نت. تمام، تحديدا الكور يعني، وكنا نشوف كيف الميدل وير وكيف بتعمل انت ريست اي بي اي. طبعا راح نحكي كمان عن الريست اي بي اي، لكن لطالما بنتحدث احنا عن اي ار بي فيجدر بنا الحديث عن ساب اللي يعتبر احد الليدرز بالميدل وير والاي بي اي بشكل عام، وتحديدا يعني لما تحكي ماده اي ار بي عن ساب. فلاحظ بقول لك هون ساب is able to integrate with such standard as what as dot net اللي كنا نحكي عنه قبل شوي، والاي بي ام ويب سفير والجافا بلاتفورم اللي بتضمن طبعا جي 2 اي اي طبعا which it utilizes as an internal standard. الآن قوة الساب، وزي ما راح نشوف بشابتر الفيندورز لما نيجي نحكي أكثر عن الفيندورز، قوة ساب تكمن هنا في أنه بيستمر في كونه أنه كثير من الشركات يروج للكومون لانجوج. طبعا صيغ الكومون لانجوج هاي مرت عليك بالدوت نت، تعبير عن شيء بيحاول انه يعمل انتجريشن بين اكبر قدر ممكن من الهيتروجينيوس سيستمز. تمام، او هيتروجينيوس ابلكيشنز اللي هو ممثل بالميدل وير، هذا الشغل الميدل وير. تمام، لذلك منظمه زي الاويسس يعني او الاو اي اس اي اس اورجانيزيشن فور ذا ادفانسمنت اوف ستراكشر انفورميشن ستاندردز، لاحظ بتركز على الستاندردز. انت اذا بدك تكامل بين اشياء مختلفه عليك ان تركز على ماذا؟ على المعايير. فلاحظ هذا مثال كبير يعني مهم جدا على ساب. شوفوا هذه الرسمة أنا جبتها من موقع ساب الصحيح، بيبدأ من الـ User Rules are set up to define access right for every user in the portal. بركز من الـ Presentation Layer. لاحظ كم من تير هون، أكثر من 3 tiers، هذا N-tier Architecture، لأن قلنا لكم الـ N-tier Architecture more than 4. تمام، ولاحظ هون الـ Business Process، لاحظ هذا البيزنس بروسيس كيف ساب بيستخدموا البيزنس بروسيس هاي بي بي ام. لاحظ بيجي ضمن الكومبوسايت ديزاينر، او هاي انا بعتبرها كلها اذا بدكم تراجعوا حالكم هذه بمثابه الابلكيشن. بمثابه ماذا؟ بمثابه الابلكيشن اللي شفناها قبل شوي هون. يعني على فكره هذا كله يعني نفس الرسمه، لاحظ برزنتيشن، هذا ابلكيشن، هاي ديتا. نفس الشيء هون مع ساب مثلا، لكن نقطة القوة في ساب انه شو عاملة؟ الابلكيشن هاي مقسمة لتلا اقسام، قسم بروسيس لاير بتوضح لك اكثر ايش اللي بصير. لاحظ الشغل البزنس بروسيس من حدده هون،
بعدين بينزل على الفيجوال كومبوزر. هذا لاحظ هذا الشكل اللي هون، التطبيق تبع ساب تقريبا زي الفيجوال ستوديو كوميونيتي، لكن هون شو بسموه؟ ساب نت ويفر سيستم. ساب نت ويفر سيستم، لاحظ من خلال الواجهات هاي تمام، والفورمز زي تماما زي ما تعلمته بالويب 2. لكن هون الفرق انه ساب بيستخدم جافا مش سي شارب زي الدوت نت. حلو. الان هذا كله عن طريق لاحظ الجافا وعن طريق بعض اللايبرز اللي بساب طبعا الى خصوصيتها. بيكون في عندنا نوع من السيرفيس كومبوزر. اوكي، هذه السيرفيسز، هذه السيرفيسز من خلال ما يسمى هون، لاحظ هون السيرفيس انتربرايز سيرفيس ريبوزيتوري والسيرفيس ريجستري، هذا هو اللي احنا بنسميه ويب سيرفيسز. طبعا لاحظ مره ثانيه بنشرح من فوق، يعني لاحظ هذا احنا بدينا باليوزر رولز، هذا اللي احنا بنسميه رول بيست مانر، كل واحد له رول معين، له رول معين، الاكاونتنت، الفاينانشال مانجر والى اخره. الان تحت لاحظ الى نصل للاسفل بعد ما شرحنا عن الابلكيشن، الى نصل للاسفل هذا اللي هو الانتربرايز سيرفيس ريبوزيتوري اند سيرفيسز ريجستري بلاي سنترال رول ان وات ان اس او اي سيرفيس اورينتد اركتكتشر اللي حكينا عنها المره الماضيه، وقلنا عنها انها هي فلسفه او اسلوب في التعامل مع السيرفيسز بحيث انها تكون اوتونوموس، وبحيث انها تكون كمان اندبندنت ولوزلي كابل مش تايتلي كابل، يعني ديستريبيوتد، فيها اكثر ما يمكن من الديستريبيوتد ابلكيشنز هنا وهناك. ليش ديستريبيوتد؟ لانه ساب بهمها انها تكامل، تعمل تكامل بين اكبر قدر ممكن من الاورجنايزيشنز او من الجهات المختلفه. فلذلك لاحظ يعني فيها نوع من الاوركستريشن هون، يعني هذا الاس او اي هون بيعمل لك ساب فيها نوع من الاوركستريشن، لكن الرسمه هاي صحيح يعني بجوز تلاقوا فيها صعوبه للوهله الاولى، لكن هاي بتلم اكثر المفاهيم اللي بدي اياكم تعرفوها بعالم الاي ار بي اللي انا جمعتها هون بالاخير بالامبورتنت كونسبتس اللي راح نشير لها كمان شوي. لكن نستمر في الشرح او نرجع لبعض الامور لطالما بنتحدث عن الاي ار بي. طبعا المره الماضيه حكينا لكم احنا تتمه هاي تكمل للاجابه على اسئلتكم المره الماضيه بعد المحاضره اللي شرحناها المره الماضيه. الان بالانفراستراكشر ريكويرمنتس، لاحظ الانفراستراكشر ريكويرمنتس والقائم على الشبكات تمام، وبدك تنتبه للبيرفورمانس والباندويث، ولازم يكون في عندنا نوع من الهاي افيلابيليتي نتورك حتى تتواءم مع السبلاي تشين والكاستمر ريليشن شيب مانجمنت وكل الاي ار بيز الاخرى، نعمل انتجريشن بين كل هاي الاي ار بي بالاضافه للبزنس انتليجنس الممثل بالاولاب تمام. هذا كله بيمثل انفراستراكشر اللي بتميز بانه احنا كل ما فينا ننتقل من اللي صار لمين، من المونوليثيك او السنترلايزد للمور ديستريبيوتد، زي ما حكيت لكم المحاضره الماضيه، كل ما اتجهنا لليمين كل ما صار في عندنا فاين جرينت اكثر او صار في عندنا ديستريبيوتد اكثر على مستوى الاي ار بي فروم 2 تير تو 3 تير تو ان تير مع الويب ومع السيرفيس اورينتد اركتكتشر، تماما زي ما انا شرحت لكم قبل شوي بالصوره تاعت ساب كمثال، نفس هذه ال 3 تير اركتكتشر مثلا، وممكن تكون 1 تير على فكره، اذا كانت 1 تير قد تكون هذين الاثنين او 2 تير عفوا، هذين الاثنين البرزنتيشن والابلكيشن مع بعض او العكس، هذا بيعتمد، او ممكن تكون 1 تير بالمناسبه تمام وما الى ذلك. الان الفكره اللي انا بحكي عنها هاي نفسها، هذه نفسها اللي بتساهم في انها تحل مشكله السايلوز يعني هذا بالبزنس جماعه الاداره بيعطوا هذه الماتريكس، انتم كجماعه نظم لازم تفهموا هاي الماتريكس بنفس الوقت تفهموا هذه التير اركتكتشر بالاي ار بي. حلو. وايضا المثال هذا اللي بيوضح كثير من المفاهيم اللي قاعدين نحكي عنها هون. فنقطة الاي ار بي انه فروم 2 تير تو 3 تير تو ان تير، 3 تير زي مثال اوراكل بيبلز اوف، ان تير زي المثال اللي فرجيناكم اياه قبل شوي مع ساب اللي مثلنا فيها الويب والاس او اي. طبعا احنا كمان شوي رح نحكي عن ويب سيرفيس
والاس او اي والفرق بيناتهم. ويعني هو امتداد للشرح اللي شرحت لكم اياه قبل شوي عن انه الاس او اي ميثودولوجي عامه انتربرايز ات انتربرايز ليفل اوكي، وايل الويب سيرفيس بلاي ان ذا ابلكيشن ليفل، ذا ابلكيشن ليفل بلاي ذا رول ان ذا ابلكيشن ليفل. لاحظ الاس او اي هي النظر للامور بشكل عام، بينما الويب سيرفيس بتاخذ منحة تطبيقي. طبعا الويب سيرفيس سنرى انه النوع الاكثر حداثة منها الريست اي بي اي، في منها نوعين، نوع السوب اس او اي بي والريست اي بي اي اللي راح نيجي عليهم كمان شوي. لكن حكينا عن كمان الثري تير اركتكتشر عن البنفيتس لها يعني والليميتيشنز ايضا اوكي. التيرز اركتكتشر طبعا لاحظ الابلكيشن تير تركيز على البيزنس بروسيس، هذا في غايه الاهميه زي ما شفنا قبل شوي بالفيجرز، تركيز على ايش؟ على البيزنس بروسيس. حكينا عن هذا الكلام. طبعا ما دام انه جبنا سيره المصفوفه هاي، هذا معنى الكلام هذا انه this seamless integration will allow the strategic decisions based on what intelligence rather than circumstances. يعني ما بترك التدفق او بمعنى اخر تدفق العمليات اللي جايه اصلا من قيمه استراتيجيه، من سلسله تدفق القيمه value chain model يعني عملته اصلا على المستوى الاستراتيجي، من ذكاء الاداره وليس بسبب الظروف المرتبطه بالتايم اند سبيس اند كوست اند such like these things which are related to what to efficiency to effectiveness and efficiency. لاحظ هذا efficiency اكثر، هذا effectiveness لما تيجي انت على مستوى استراتيجي. يعني بمعنى اخر بتبدا من مستوى البيزنس بروسيس وبتحاول تفهم هذه التكنولوجي بناء على ما يتواءم مع البيزنس بروسيس. هذا الكلام كله الصحيح يعني اعتقد انكم تفهمينه الان. مره ثانيه بقول ما دام انه انت بلشت تفهم البيزنس بروسيس اوكي، فبتقدر بعدين تطبق تقنيا عن طريق الميدل وير والاي بي اي. ايش الفرق بين الميدل وير والاي بي اي؟ الميدل وير هو المفهوم العام لما يتحدث عن التكامل تمام، لكن الاي بي اي API اللي حكينا عنها هون Application Programming Interface هي التي تصل بين ال component آخر بشكل specific يعني specifically، بينما الميدلوير هو ال خنقول جاز لنا التعبير يعني هو الوعاء اللي بيضم هذه ال APIs. لذلك هون أبراهام كانج حسب المتوالية بقول لك Middleware provides generic interfaces with which integrated application pass messages to each other. هذه المعمارية ستسمح لك بأن تدعم مختلف التكاملات التي ستفيدك يعني بأنها أقل فيما بعد بالصيانة، perform more complex set of operations، بتنفذ أكثر أعمال أكثر. لاحظ إحنا لما نيجي نحكي عن complex set of information تذكر لما حكينا كل business process end to end business process what end to what to end end to end flow of events which means that انه يعني هذه الاند تو اند تحوي في داخلها كثير من التفاصيل complex. لذلك الميدل وير بتعامل مع الاند بوينتس بين الكومبوننتس المختلفه بين الجهات المختلفه، وبالتالي مناسب جدا او متناسق تقنيا مع فكره البيزنس بروسيس. طبعا حكينا على الابلكيشن لاير والبورتال لاير. ننبه لمساله مهمه جدا صحيح انه الابلكيشن لاير والبورتال لاير، البورتال لاير اقدم يعني بالمفهوم عني بها التكامل. الابلكيشن لاير التي رايتموها قبل قليل يعني هذه الابلكيشن لاير، هذه مثلا الابلكيشن لاير، هذا كله ابلكيشن لاير. البورتال لاير will be visible through the portal. لاحظ it will not لاحظ مرة ثانية although applications integrated at the portal layer will be visible through the portal it will not be fully integrated with the internal processes of these systems. مما يعني انه الابلكيشن لاير فيها تكامل اكثر من البورتال لاير اللي بتكون هون. هذا تقريبا بورتال لاير، هاي هي البورتال لاير، فيها بعض الابلكيشنز لكن بتضل زي ما حكينا هون ايش مالها محدودة. it will not
be fully integrated with the internal processes of the of this system. The internal processes زي ما حكينا هون مثال الساب أكثر fully integrated على مستوى الكومبوزر والأوركستريشن عن طريق الفيجوال كومبوزر هذا اللي له علاقة بالزي ما شفته بالفيجوال ستوديو مشابه له. أنا شخصيا ما اشتغلت عليه والله لا بس لأنه أنا يعني شفناكم بالويب 2 بالفيجوال ستوديو فبنقدر احنا نعمل مقاربات. ها هذا كله طبعا لاحق قائم على ماذا؟ قائم على فكرة الويب سيرفيسز تمام اللي هو بيمثل منهجية الاس او اي بالنهاية تطبيق للاس او اي. لاحظ تطبيق لمين؟ لفكرة الاس او اي بكل بساطة. هذا الكلام كله صحيح يعني بجوز انتم بحاجة لتفكير في بعض الامور يعني تأكيد لبعض الامور اكثر فيما بعد. ليش طبعا ليش 3 تير؟ طبعا الحديث هون عن 3 تير لاحظ بيعمل لك سكالابيليتي وحكينا المره الماضيه عن السكالابيليتي الريليابيليتي الفلكسبيليتي مينتينابيليتي ريوزابيليتي سكيورتي كل الامور المتعلقه بماذا؟ كل الامور المتعلقه بالنون فانكشنال ريكويرمنتس. فلا يخلو من بعض السلبيات من حيث التكلفه هذا التعقيد كله بحاجة لتكلفة وهو كومبليكس يعني تمام. لذلك لكن هذه البينيفيتس للمعمارية من الثلاث طبقات 3 tier architecture outweigh the limitations توازن limitations يعني بسوى ثمنه. كانوا قاعد بقول لك بسوى ثمنه لكن بدك تصبر شوي لأنه بقول لك in the long run على المدى البعيد and are more commonly used in many large-scale distributed systems and enterprise applications including large number of e-commerce solutions. فكثير من التطبيقات تستخدم هذا الأسلوب. لاحظ هون ما دام بلشنا نحكي عن الـ 3 tier ونتجاوزه يعني ما ندخل أكثر بالتفاصيل الـ component technologies هذه الموجة من التطبيقات اللي ظهرت زي ما حكيت لكم بعد الثمانينات بعد التسعينات تحديداً زي الانتربرايز جافا بينز والكوربا سبورت ذا ميدل تير اوف 3 تير اركتكتشرز. كيف نبني هذه الابلكيشن؟ كيف نبني هذه وكيف نبني لاحظوا انا الجافا اشار للجافا اوكي واحنا اشرنا للدوت نت المره الماضيه واي بي ام بيحكوا عن الويب سفير وهي الجافا دائما موجوده تمام. هذا كله على مستوى الابلكيشن لاير احنا بنحكي عن الطبقه الوسطانيه هاي تمام. هذه الطبقه الوسطانيه زي ما هو متابع هون بالحديث عنه هذا اللي هو الكومبوننت تكنولوجيز قائم على فكره الكومبوننت تكنولوجيز التي تدعم هذا الميدل تير او 3 تير اركتكتشر. دي بروفايد فريم وركس فور كومبوننت ديفلوبمنت اند ديبلويمنت. طبعا ماني ويب سيرفيسز بيست اون هايبر تكست ترانسفير بروتوكول HTTP زي الريست اي بي اي والاكستنسبل مارك اب لانجويج XML زي سوب SOAP هذول كلهن ويب سيرفيسز اوكي سيميلرلي ميك يوز اوف 3 تير اركتكتشر ايفن ذو نو تو 3 تير سيستمز مي بي الايك ذي شير سيميلر ريكويرمنتس اند كونسيكوينتلي سيميلر سيستم ديزاين. شو معنى الكلام هذا؟ تماما زي ما شرحت لكم انا هون لاحظ على تعقيد هذه الرسمه لكن اذا بسطناها بنقول انه مكونه من هذه الثلاث اجزاء تمام. هذا البرزنتيشن هون الابلكيشن وهون الداتا تمام. التفاصيل اللي جاءت جواها كونها تطوير عن هاي لاحظ هذا كله ابلكيشن. هون شفت انت مره واحده كل البوكس اللي قبل شوي شفته واسع وفي افكار كثيره هنا حطيناه في ابلكيشن لاير لما شرحناها بالثري تير اوكي. فلذلك كل ما يعني قد كانت عند يعني كل ما نظرت الامور هاي من وجهه نظر بيج ايمج أصبح لديك القدرة على فهم الأمور بطريقة بعدين يعني عناوين وتفاصيل يعني افهم العناوين الأساسية وبعدين ادخل بالتفاصيل كل على حدة. لاحظ يعني نفس الرسمة هاي اللي فرجناكم إياها قبل شوي This functionality is primarily supported through the following internet access كل زي الويب سيرفر الـ ERP portal back-end server integration browse plug inserts and applets كل هذولا يعني ممكن نعتبرها fourth tier كمان الـ web-based architecture often described as a fourth tier إذا أضفنا الويب للموضوع تمام where the web tier is split into web services tier and web browser tier. لاحظ
بعد ظهور الويب صار في عندنا ايش؟ صار في عندنا الويب بيزد اركتكتشر تماما زي هاي، يعني اضفنا تير رابعه بتتعامل مع الويب، بتتعامل مع ايش؟ مع الويب. فزي ما هو حاكي هون ويب سيرفيس تير صار في عندنا، وفي عندنا ويب براوزر تير. الان المثال اللي هون حاط لنا اياه هون الداتابيز عن طريق الاس كيو ال، طبعا هذا كله، هذا كله الويب سيرفر المكون من هذه اللايرز اللي هون مع الجافا انيبل ويب سيرفرز لكل ايش، لكل الكلاينتس اللي ممكن يجمع ما بينهم كلهم. طيب البينيفيتس اند دروباكس اوف وات، اوف وات للويب سيرفيس اركتكتشر اللي حكينا عنه هون، ويب سيرفيس اركتكتشر باضافه يعني اذا انه حكينا عن الثري تير اركتكتشر قبل شوي، تمام، هذا الثري تير اركتكتشر اضفنا طبقه رابعه للويب سيرفيسز، اضفنا الويب سيرفيسز للموضوع تبعنا، اوكي، بالتالي صار في عندنا لارج نمبرز اوف اند يوزرز هاف اكسس تو ار بي ابلكيشنز، اوكي، صار في سكيلابيليتي اكثر، فاهم، easily integrate ERP applications with existing system integration. Server centric، إذا كنا server centric وإذا كنا client centric، هذا حكينا المرة الماضية صحيح، لكن المرة الماضية ما حكينا عن security، لذلك جانب security هنا مهم كثير بالserver centric، يعني secured أكثر، لكن بالclient service لاحظ better response performance أحسن، لكن ايش سيكوريتي اقل. على اي حال دروباكس لها انه الكلاينت سنتريك لاك سيكوريتي والسيرفر سنتريك سلوور، يعني هذه نوع من زي تريد اوف بين الكلاينت والسيرفر. الاحسن من هذا كله انك تروح سيرفيس اورينتد اركتكتشر، يعني احنا عم نطلع الان هذا التطبيق، هذا الويب سيرفيسز هو التطبيق. الان اذا بدنا نطلع الامور انتربرايز وايد بطريقه استراتيجيه، فبدنا نروح على السيرفيس اورينتد اركتكتشر، يعني انه نصمم منذ البدايه او او بي. هذا اللي شرحت لكم اياه، انه احنا بنقسم البزنس تير انتو سمولر ديستينكت يونتس اوف سيرفيسز كولكتيفلي سبورتنج ان اي ار بي فانكشنال موديول. وتذكر هون الربط مع مين؟ مع البي بي بزنس بروسيس، وين شئت موديلنج نوتيشن، تماما زي ما شفتوا مثال السابع. على فكره كثير المثال السابع هذا رائع جدا، هذا مثال الساب أنا بعتبره أكثر شيء كامل. هذا بيجاوب على سؤال ليش ساب قادرة على إنها تتكيف مع كل البزنس سوليوشنز الموجودة باعتمادها على مؤسسة زي الأويسس مثلاً. أوكي، لاحظ الأس أو إيه بتلعب دور، بيحكوا بالأول عن الأس أو إيه، بعدين تطبيق الأس أو إيه عن طريق الويب سيرفيسز. الآن أنت أس أو إيه زي ما حكينا لكم فلسفة ميثودولوجي على مستوى الاستراتيجية، تمام؟ الان هذا بيتضمن اللاو مسجز انتراكشن بين اني سيرفيس كونسيومر اند سيرفيس بروفايدر، بحيث انه الكونسيومر فروم ديفايس يوزنج اني اوبريتنج سيستم ان اني لانجويج كان يوز ذا سيرفيس. لاحظ هذا الفكره اللي بتعبر عنها الاس او اي بصفتها كونتراكت بين الكلاينت والسيرفر، وكانه تطبيق لمين؟ للبزنس بروسس بكل بساطه. يعني تتذكروا لما عرفنا البزنس بروسس قلنا لكم انه set of tasks and events followed according to a need that yields outcome that is what can be utilized by customer يعني or can be give positive or negative. يعني نتذكر محاضرة business process، لاحظ functional description of the service، برضو كمان في input، في input تذكروا دائما البيزنس بروسيس، في بري كونديشن انفايرمنت ستيت بيفور سيرفيس كان بي انفوكت، في بوست كونديشن انفايرمنت ستيت افتر سيرفيس هاز بين اكسكيوتد، في كمان اكسبشن هاندلنج ايرور هاندلنج وين ذير از ا بريك داون. هذول ما قبل ما بعد، اوكي، ما يوجد هناك من اخطاء التسلسل الوظيفي للسيرفيس. بتحاول انت تنظر للبزنس بروسس على اساس انها سيرفيسز، يعني بتطبق الفانكشناليتي الموجود بالبزنس بروسس، اوكي، على شكل سيرفيسز، على شكل ايش؟ سيرفيسز، بمنهجيه السيرفيس، بحيث انه هاي السيرفيسز
تكون اوتونوموس، تكون لوزلي كابلد مع بعض. وبنفس الوقت تمام بعد شوي انا هذه لاحظ هذا العلاقه بين الريكوست والريبلاي والريسبونس. هذا ريكوست، هذا ريسبونس. تتذكروا زمان لما كنا نحكي لكم او البيزنس بروسس، اوردر تو كاش، بتعمل اوردر بعدين العميل بياخذ منك كاش. ما الذي يحدث؟ يحدث الكثير من الامور. لاحظ من اند بوينت لاند بوينت ومن اند لاند بزنس بروسيس. هذا الفكره بتاعت الاس او اركتكتشر متوافق مع البزنس بروسيس بناء على هذا الاسلوب. فلذلك بزنس ليفل سوفت وير سيرفيس اكروس هيتروجينس بلاتفورم. نعم بزنس ليفل متوافق، مع انه بتحكي عن يعني هو حلقه وصل بين الشيء التكنولوجي والشيء الايش الشيء البزنس والتكنولوجي، بمر على الهيتروجينس بلاتفورمز. ها كومبليت لوكيشن اندبندنس اوف بزنس لوجيك، في اندبندنسي، في اوتونوموس اوتونوميتي اوتونوميك، كونه العلاقه بين الكومبوننتس والسيرفيسز لوزلي كابلد. برضو كمان السيرفيسز كان اكزيست اني وير، اني سيستم، اني نتورك، لوز كابلينج اكروس ابلكيشن سيرفيسز، جرانولار اوثنتيفيكيشن اند اوثرايزيشن سبورت. يعني مستوى الاوثرايزيشن والاوثنتيفيكيشن بكون واضح، يعني في تدرج بال... انا بعمل اوثنتيفيكيشن اوثرايزيشن بناء على اليوزر اللي عندي او نمط معين من اليوزرز او مجموعه من اليوزرز او ما شابه ذلك. فبيعمل عندي كمان دايناميك سيرش اند كونكتيفيتي تو اذر سيرفيسز انهانسز ريلايبيليتي ذا اركتكتشر. برضه كمان بقلل من الهاردوير اكوزيشن كوستس. طبعا انا بالاس او اي بعطي العبء على السوفت وير، كومبلكس سوفت وير يعني، فبالتالي الهاردوير زي ما شفنا المره الماضيه في هذا الرسم، لاحظ كل ما فيني انا بنتقل من اليسار لليمين مع السيرفيس اورينتد اركتكتشر، يصير في عندي سيبريشن اوف كونسيرنز، سبيكولار تو بزنس، بري كلاود. لاحظ بري كلاود مرحلة ما قبل الكلاود. الآن أنا هون لما بروح على الكلاود من خلال المايكرو سيرفيسز بكون لاحظ بقلل التكاليف أكثر. لاحظ هاي التكاليف أكثر، كل ما فينا منقلل التكاليف بصير سكيلابل أكثر، بصير كل ما فيه فاين جريند أكثر، لكن شو وبقلل التكاليف لأنه بري كلاود. لاحظ بالأس أو إي بتمثل لحظة البري كلاود قبل، لاحظ الأسوية طلعت بعد بين 2000 و2010 كانت شهرتها، بعد 2010 2011 صار عندنا مايكرو سيرفيسز. ليه؟ لأنه أنا بدي فاين جريند أكثر، لأني بدي الحساب يكون what you pay is what you get. لاحظ هاي سكالابيليتي كوست أكثر، لكن على العميل يعني القصد أنه كوست تكون أقل، لكن أنا كمزود خدمة يعني بكون بدفع أكثر بالأول مصاريف. طبعا هاي مسألة الاقتصاديات الكلاود، هاي مسألة أخرى زي ما مرة الماضية أجلنا الحديث عن السيكوريتي، ما بنقدر نحكي عن كل شيء كمان بالكلاود إلو يعني. حكينا بكورس التجارة الإلكترونية عن الكلاود أعتقد ما فيه الكفاية، ممكن نرجع نحضر نعمل محاضرة بهذا الخصوص. القصد إنه أنا هون لاحظ reduce hardware acquisition cost بالأسوئية، لا يكفي الأمر عند الأسوئية بل يستمر فيما بعد مع الميكرو سيرفيسز، كل ما فيني انا بالارباح او عفوا الصفات هاي بتزيد الايجابيه اللي انا بدي اياها بتزيد. فبنستمر هون بالبنفيتس اوف سو اي، اكسلريت سرعه اكثر، داتا بريدج بتوين انكم فتابل تكنولوجيز بروفايد ذا ابيليتي تو بيلد كومبوزيت ابلكيشنز، كومبوزيت ابلكيشنز تذكر المثال تبع ساب. برضه كمان سيلف هيلينج انفراستراكشر ذات ريدوسز مانجمنت كوستس provided truly truly real time decision making application، لأنه استراتيجي طبعا على المستوى الاستراتيجي بشتغل SOA. Enables the compilation of unified taxonomy of information across an enterprise. لاحظ unified taxonomy of information، ليه؟ لأنه unified لاحظ enterprise level كل ال services بتكون integrated. اوكي زي مثال ساب اللي فرجناك بيه. فبالتالي في بزنس فاليو كثير من الاس او اي الصحيح، العملاء سيرضون اكثر، التكاليف اقل مع الاكوزيشن للمينتنس اوف تكنولوجي، امباورز ذا مانجمنت اوف بزنس فانكشناليتي كمان،
تصبح أكثر قربا من البزنس، بتزيد من الاستثمار بالتكنولوجيا. لاحظ هنا أنا بحكي عن كابيتال انفستمنت، وليس يعني الكابيتال انفستمنت بالبداية أنا بدفع بغلب حالي بدفع، لكن بعدين على اللونج ران بريح حالي كثير. زي الاستثمار تماما، زي الاستثمار، زي اللي قاعد ببني عمارة مثلا وبده أجرها فيما بعد تماما. reduces reliance on expensive custom development. بدل ما أغلب حالي أنا وأنشئ بلاقي الإشي جاهز طبعا. أوكي، ما هي المساوئ؟ لا شيء يخلو من المساوئ طبعا. التطبيق تبعه مكلف وبيأخذ وقت. السكيورتي كل ما فيها بتزيد، تعقيد السكيورتي فيها بولس لأنه الأجزاء كثيرة. البرفورمانس ما بقدر أضمنه. ليه؟ لأنه الجزئيات كثيرة، يعني مش مونوليثيك، يعني بتزيد طبعا. لاحظ وقارنك مع المونوليثيك، يعني بقول لك المونوليثيك كان الأمور هاي كان فيها أفضل، يعني قادر أعمل إشي كونسيستنت، قادر أقدر أعمل فايروول واحد لكل التطبيق، لكن مرة هاي أنا بتفرق، بالتالي إشي طبيعي يزيد العبء. غير هيك requires enterprise level focus for implementation to be successful. مستوى على مستوى الانتربرايز، على مستوى الـ ERP مش سهل، يعني على مستوى الثلاث أبعاد إدارية. security system needs to be sophisticated، كمان cost، تكاليف can be high because services needs to be junked very often. الـ SOA والـ web services، يعني هذا الكلام حكيناه المرة الماضية، قلنا لكم أنه الـ web services تطبيق للمبادئ الـ SOA. وأنا هون الصحيح يعني هون حتى بجوز خليني أنا أستعجل وأفرجيكم الـ SOA والـ web service، فرق بين الـ SOA والـ web service. الـ SOA stands for what؟ Service Oriented Architecture، زي ما حكينا لكم، which is a design approach that focus on building reusable modular services إلى آخره. بينما لاحظ هون بقول لك ليس نفس الشيء طبعا، وليس mutual exclusive، وليس يعني مش القصد انه هاي SOA وهاي web service، لا، في بنات انا بعتبر هيك، يعني ممكن نرسم رسمي هاي الـ SOA وهاي الـ web service. web service جزء تطبيق للـ SOA، بمعنى انه الـ web service has an enterprise scope while the web service has an application scope. SOA also differs from client server architecture in terms of what? Of coupling between the tiers. فدائما ارجع للرسمة، فلاحظنا انه الـ SOA مثلا server side is very independent of the client. بالـ SOA انا بعد عندي autonomous، عندي نوع من الاستقلالية بين الـ producer server والـ consumer client مثلا على سبيل المثال. فبعمل انا باسلوب البروديوسر والكونسيومر، بقدر انا انيوير ويريفر وينيفر، يعني ارسل السيرفيس ويتم شو اسمه الكونسيومنج لها بكل باي مكان، ويكون في نوع من التباعد لوزلي كابلد. على كل حال يعني هذا فرق بين الاس او اي والكلاينت سايد. اوكي، لكن انا كيف بدي اطبق هاي الامور؟ عن طريق الويب سيرفيسز. حلو، عن طريق الايش؟ عن طريق الويب سيرفيس. الان مره ثانيه، اذا زي ما حكينا لكم المره الماضيه، طبعا هون المقصود المفروض اقول هون بدل هاي المفروض اكتب هون سوب اجينست وات اجينست ريست ريست اي بي اي بطبيعه الحال اللي اعطناك اياها بالويب 2. طبعا انا حاط لكم المراجع اللي جبتها من هالكلام هذا. القصد انه هون بالسوب اللي هو السمبل اوبجكت اكسس بروتوكول بيستخدم الاكس ام ال، لكن الريست ما بنقدر نقول الريست ما بيستخدم الاكس ام ال، بيستخدم الجيسون. لكن الفكره هون انه بيستخدم الاتش تي تي بي، بيستخدم الاتش تي تي بي عشان الكرود ابلكيشنز من الداتا بيز اللي هو الابديت والديليت والانسيرت والكرييت. يعني بجوز الـ HTTP تتذكروا محاضرة هناك فيها ويب 2 مكونة الـ status، الـ status of HTTP بدءا من 100 ل 500، حالات الـ server كيف بجاوب الـ client. المهم الـ REST بيستخدم الـ web في الـ accessing the resources on the server، while الـ SOAP لا، أنا بستخدم الـ XML تحديدا لهذا البروتوكول اللي هو Simple Object Access Protocol
which is rigid يعني and complex than REST. ليه؟ لأنه REST أخف، استخدم الويب، بالتالي السوب بيتطلب bandwidth أكبر. نفس الوقت السوب إيش ماله؟ بسupport advanced security، في advanced security features. ليه؟ لأنه مش مكشوف زي الريست عبر الويب. أوكي، بالتالي السوب كويس للترانزاكشنز والستيتفول أوبريشنز اللي فيها تذكر ستيتفول، وايل الريست إز ستيتلس وكاتشابل، بيعتمد على الكاش ميموري، لأنه ويب على مستوى الويب، الويب ما فيه ستيت، مش ستيتفول، ستيتلس. HTTP ما فيه ميموري، ما فيه إمكانية أن نتذكر بين الكلاينت والسيرفر، لأنه ديستريبيوتد، قائم على الديستريبيوتد سيستم بشكل أكثر تأصيلا يعني من 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 الريست. لذلك السوب بيستخدم الويزدل، أوكي، وايل الريست بيستخدم اليو ار الز في الاكسس للريسورسز. طبعا باقي ما تبقى من كلام شرحناه لكم اياه المره الماضيه، اذا في اي سؤال تقدروا تسالوا ما بدا لكم. يعطيكم العافيه.